حينما يحدث الإعلام مشاكل وأزمات للدولة، بمعنى وارد ان يبقى في خلافات سياسية بيني وبين اي دولة، ولا بد ان هذه الخلافات تحل وهتحل ذات يوم بالسياسة، والا ما كانش هو كان في اكتر من مصر واسرائيل اللي خضنا مع ضد بعض 4 حروب، حروب حقيقية ودم، انتهوا في النهاية الرئيس السادات قعد معاهم وحصل سلام. اذا القضايا السياسية هتحل في النهاية بالسياسة، واذا لم تحل بالسياسة هتحل بالحرب. فما معنى انك انت اعلاميا تعمل ازمه مع المغرب، مع عمان، مع السودان، مع الجزائر؟ انا بعدلك دول، وانا كنت وزير في الحكومه مع المملكه العربيه السعوديه، وتدخلت في 3 ملفات من هذه الملفات. بتحاول بترمم يا معلم؟ بحاول، مش برمم، بقى ايه، بقى احافظ على ماء وجهنا. لما تروح في بلد يقول لك انتم اساتذتنا وانتم علمتونا، بس هل يرضيكم نروح فاتح لك فلان قال علينا كذا، فلان كذا كذا. فانت بتحاول تيجي في النهايه انه الازمه، انا قالها لي رئيس تحرير مجله فرنسيه مغربي الاصل ومقيم في فرنسا، كنا استضفناه هو ومجموعه هنا، لفوا مصر كلها، قالوا انتوا بلد اكثر امانا من فرنسا نفسها، ما عندكوش تحرر، ما بيتهال كده، لكن انتوا عندكم مشكله اعلام. انتم عندكم مشكلة اعلام، مشكلتنا مع الجزائر سنة 2009. تقدر تقول لي كانت ايه هي؟ اعلام. اعلام. انا يومها كتبت مقالة في المصري اليوم، قلت لن اكره الجزائر، حطوني في خانة الاعداء. لا، انا يوميها قلت انا احمد ربنا ان الجزائر مش دولة حدودية، والا كانت قامت حرب.